السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وصحة جيدة. وأخيرا جاء الفراج، وأخيرا هذه الزنقة غادي تحل في وجه الساكنة ديال الجزيرة 24 هكتار. وأخيرا هذه الزنقة غادي تحل بعد ما شملت عملية الهدم بعض البراريك هنايا. فنتمنوا من الله الخير للجميع والتيسير. خليكم معنا، قربكم من العملية كيفاش غادا. كما كتشوفوا معنا متتبعينا الكرام، ولات غير التراكس اللي خدامه لا في الترياب ديال البرارك ولا في وسط ولا وسط البقاعي. فكما كتشوفوا معنا التراكس هي اللي خدامه دابا بقياده السيده القائده السعديه اللي كتواكب كل كبيره وصغيره، اعوان السلطه، القوات المساعده كذلك اللي كيقوموا بمجهودات كبيره من اجل تامين الوضع. كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، عملية الهدم متواصلة، وغادي نشوفوا فين غادا التراكس دابا.